سلام، مرحبا بك وشكرا على الدعوة والاستضافة. وشكرا بارك الله لتلبية فيكم الدعوة. لتوضيح رؤية التجار فيما يخص هذه الزيادات إن شاء الله. العفو. نعم، كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده. صباح الخير أستاذ زبدي. صباح الخير، أهلا بك. شكرا على الدعوة. العفو. إذا نبدأ معك أستاذ زيار، يعني كما تابعنا الآن في تقرير زميلة منيرة بن خوشة، اليوم سيدي الكريم نشاهد يعني عبر عدة ولايات أزمة ندرة الحليب واختفائه من رفوف بعض محلات المواد الغذائية. يعني لو تفسر لنا يعني ما هي الأسباب؟ ندرة الحليب أو ربما هذه البداية، لأنه كاين مواد أخرى التي عندها رخص استيراد مسبق، هذه بعيدا عن رخصة استشهادة إثبات الاحترام، بعيدا عن السجلات التجارية موجودة، هذه تخص المواد الغذائية والكوسميتيك. هذه صار لها توقيف حوالي شهر سبتمبر ولا نعم. كان فيها إرجاع لمدة شهرين أو ثلاثة، وهذا ما خلف هذه الندرة اللي حاصلة اليوم نعم. التي ربما تصل حتى شهرين، ممكن إن شاء الله أواخر شهر فيفري ولا يحل هذا المشكلة إن شاء الله. نعم، شكرا. سيد زبدي، يعني دائما في نفس السياق، عودة سيناريو ندرة الحليب يؤرق المواطن اليوم، الكل يتساءل عن الأسباب الحقيقية لنقص هذه المادة. يعني هل نقص مادة الحليب اليوم راجع ربما لمشكلة الإنتاج أو مشكلة التوزيع؟ شكرا. بالفعل لابد من توضيح الصورة للمستهلك الجزائري، وكذلك بعث رسائل طمأنة، لأنه احنا الآن كمنظمة نتلقى العديد من الرسائل والعديد من الاتصالات. نعم. لابد أن نشير أنه هذا الضيق اللي موجود حاليا، خاصة في حليب التتراباك، حليب العلب، أمر كان متوقع وإحنا حضرنا عليه منذ أسابيع. لماذا؟ لأنه كان نوعين من الحليب المستورد، كان الحليب المستورد من طرف الديوان الوطني للحليب. نعم. وهو الحليب المدعم، وهو الحليب الذي يباع أكياس ب 25 دينار، أو من المفروض أنه يباع ب 25 دينار. نعم. هذا الحليب هذا يعني ما تزال مؤسسة لونيل راه تستورد فيه. أما نعم. الخواص اللي راهم يقوموا بعمليات التوظيب، يعني الحليب ويديروه سائل بليو اش تي في البوايط، وكذلك أيضا ليستعملوا مشتقات الحليب ويستعملوا الياوت والفروماج، هذو هما اللي يستوردوا الحليب، بودرة الحليب بأنفسهم. هنا وقع يعني تجميد لرخص الاستيراد، يعني تجميد الشهادات الصحية منذ سبتمبر كما أشار الأخ، وبطبيعة الحال يكون هنالك فراغ من ناحية التموين، مما أدى يعني إلى اختفاء بعض العلامات من السوق. ولكن أيضا الرسالة طبعا التي لابد أن نبعث بها أنه هذه الرخص عاود رجعت منذ نهاية ديسمبر، ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى حالها يعني بعد شهر بحول الله تعالى. الإشكال والسؤال الذي لابد أن يطرح، كيفاه يعني بلد مثل الجزائر قارة، يعني لو كان ما نجيبوش البودرة نحصلوا؟ هاوليك السؤال الذي لابد أن يطرح. أين هي الاستثمارات التي لابد على هذه المصانع في مجال، يعني ما الذي ينقص اليوم الجزائر ربما من تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحليب؟ لما نهضروا على حليب مثلا الرضع، مثلا قال ممكن حليب الرضع فيه تقنيات عالية وصعبة وفيه ميكانيزمات ما نقدروش نبقاو نستوردوها، بصح البودرة ما عندناش، حنا ماناش قادرين نعيشوا البقرة هنا في الجزائر حتى نبقى وحنا يعني مرتبطين بالخارج. أين هي الأبقار المستوردة؟ أين هو الحليب يعني اللي رانا نتباهوا به ويتباهوا به أيضا مدعم؟ حليب الأبقار مدعم، كاين المربي عنده دعم، والناقل عنده دعم، واللي يجمع عنده دعم، وكلهم عندهم دعم. أين هي الأبقار التي من المفروض أنها تمد القيمة المضافة وأننا تخلينا مستقلين يعني غذائيا، والاستقلال الغذائي من أمن يعني الوطن والمواطن؟ هذه هي الطامة الكبرى التي لابد أن نتفطن إليها. نعم أستاذ زبدي، يعني هل ربما أبلغتم الوزارة الوصية بهذه الندرة وماذا كان الرد؟ لا، نحن أشرنا أختي، نقدر نروح لك مثلا
كدليل منذ أسابيع عديدة أشرنا في صفحتنا أنه بودرة الحليب في أسواق الجملة زادت 50%. أشرنا لماذا؟ لأنه المخزون القديم اللي كان عند تجار الجملة مخزون سمعوا بأنه هنالك توقيف للشهادات الصحية رفعوا الأسعار، إذن هذا الأمر يعني كان متوقع، يعني ما راهوش أمر يعني غريب أو مفاجئ أو أمر يعني وقع هكذا بين عشية وضحاها. كاين أمر يعني لما نمنع استيراد هذه المادة بطبيعة الحال يرتفع وكان فيها مضاربة. الإشكال ما هوش في منع استيراد المادة، المنع أنه هذا القرار عرى واقعنا في شعبة الحليب، وللأسف الشديد اللي هي شعبة من المفروض أنها تكون شعبة ثرية، شعبة يعني مزودة للسوق الوطني، ولا سيما أنها يعني شعبة غير مدعمة، بمعنى أن الأسعار حرة، بمعنى أني أنا كي نروح نجري بسعر حر، ما هوش كما الديوان الوطني الحليب اللي الأسعار تاعو مقننة والحليب مقنن. يعني هنا عجزنا على أننا نوفر، وللأسف الشديد يعني حليب يمكن من خلاله الاستغناء عن الاستيراد، وهنا لازم لابد أن نشير يعني بالأصابع مباشرة إلى المستثمرين في هذا المجال، واللي يعني للأسف الشديد خلونا مازلنا مرتبطين باستيراد البودرة حتى نستطيع أننا نخدموا الحليب تطرباك ونخدموا الياغورت ونخدموا ما شابه ذلك. نعم أستاذ زبدي. أستاذ زيار، يعني اليوم كما قال الأستاذ زبدي، ما الذي ينقص الجزائر اليوم ربما لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحليب؟ المشكل أولا في الاستثمار في تربية الأبقار الحلو، رغم أنه عرفنا تصاعد لهذه الشعبة، لكن لحد الآن ما زال ما حققناش الاكتفاء. ومن جانب آخر أنا أشوف المصانع تاع إنتاج الحليب، ما نذكرش اسمها، أنها راهي تساهم في زيادة سعر شراء حليب البقر مباشرة من عند الفلاحين والمستثمرين في هذا القطاع. الآن يجب التوجه إلى هذه تربية الأبقار الحلوب، إن شاء الله ربما يكون على عامين 3 سنوات اللي قمنا بخطة واضحة، قدرنا احتياجاتنا، إن شاء الله يحل المشكل تلقائيا. أما قضية المشكل، دائما نعرفوا في ندرة المواد الغذائية اللي فيها الدعم وما فيهاش الدعم دائما راهو يحصلنا إشكالات. لذلك احنا دائما نادوا كتجار، ونادى به الوزير الأول ووزير التجارة كذلك، توجه إلى الدعم غير المباشر، إلى مباشرة إلى الفقراء يعني، أو يكون فيه درجات. هذا راح يحل عدة مشاكل، الحليب، الخبز، الزيت، هذه كلها تحل بهذه الطريقة. إن شاء الله. أما قضية الندرة، ربما في تكلمنا عن الحليب لأنه هو ظهر مفاجأة، لكن في أشياء أخرى إن شاء الله ما تكون توقعاتنا خاطئة، لكن للأسف راح تكون في أشياء أخرى لأنها توقفت رخص. ثانيا كان مشكل توقيف شهادة إثبات الاحترام من طرف مصالح مديرية التجارة اللي عرفت. الآن اليوم نعرف توقيف السجل التجاري للاستيراد، اليوم في هذه اللحظة هو موقف. توقف من قبل في 31 أكتوبر 2021، ثم فتح في الأسبوع الأخير من السنة لزاد انضم بعض التجار تحصلوا على السجل. في نفس البيان وزارة التجارة يقول باللي القيد الجديد مسموح ابتداء من 2 جانفي، لكن اليوم عند مصالح السي ان ال سي في كل ولايات سجل التجاري الاستيراد مغلق. إذا انخفاض عدد المستوردين من 45,000 إلى ما يقارب اليوم حوالي 10,000، يعني انخفاض أكثر من 75%. وهذا ما يجعل نقص المنافسة. إذا اليوم نخافوا أننا منتوجات أخرى ستعرف ارتفاع. وطنية عبد الحكيم بالعابد على هامش اجتماع خصص لتقديم عرض حول قطاعه. أما الآن فنعود لاستكمال النقاش مع سيد محمد زيار. إذا سيدي، كنا نتحدث عن ندرة الحليب وندرة أيضا، هذه الندرة مست أيضا مواد أخرى مثل زيت المائدة وغيرها، إضافة إلى الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبيرا مؤخرا. يعني هناك من يرجع الأمر إلى نقص المادة الأولى، وهناك من يقول أن هذا راجع
مجال ارتفاع المادة الأولية وغيرها من الآراء المتضاربة، يعني ما سبب هذه الارتفاعات؟ بسم الله. شوف، سبب الارتفاعات كاين جانبين، كاين جانب اقتصاد عالمي، نعم، جائحة كورونا واحد بلا ما ندخلوا في تفاصيلها. عندنا سبب ثاني هو التضخم العالمي والذي سببه خطة الإنعاش تاع الرئيس الأمريكي بايدن، هذه ما خلقت تضخم عالمي. ثالثا ارتفاع أسعار الشحن أو ندرة الحاويات أصلا يعني في البلد المصدر. رابعا بعض تداعيات الحرب الباردة الجديدة اليوم اللي صار بين الصين وروسيا والجانب الثاني أمريكا وأستراليا أدت إلى تجميد بعض الاتفاقيات، ما جعل المواد بينهم الآن فيها ضريبة، ما جعل سعر مثلا تصنيع في الصين مثلا أكبر مصنع في العالم يرتفع. هذا نقوله الجانب المحلي، كما ذكرنا من قبل تجميد شهادة إثبات الاحترام مرات عديدة خلال سنوات 2020-2021، تجميد منح السجل التجاري في 31 أكتوبر 2021 ثم تجميده اليوم هو مجمد. الرخص المسبقة اللي ذكرنا اللي مست مثلا كما قضية الحليب ربما تمس مواد أخرى إن شاء الله ما يكونش هذه الندرة مستقبلا. رابعا قضية الكود الديواني أوتر اللي ما زالها ليومنا هذا والذي تمس 25% من المواد التعريفية، ذكرنا عليها من قبل، هذه القضية صارت في سبتمبر. وفي قضية أوتر موجودين دي زونترو بور لا برودكسيون، مداخيل للإنتاج. هذا ما خلى حتى نعطيك معلومة فقط، أنه الاستيراد على الحالة فيه أكثر من 30% من المواد تدخل في الإنتاج، كالأبسط شيء الخيط، القماش، المواد الأولية للبلاستيك، هذه كلها اليوم هي متأثرة بقضية أوتر. نأتي عامل آخر اللي هو التصدير، كما هو عامل إيجابي في رفع القدرات المالية من الاحتياط الأجنبي، كما هو أنه ممكن يخلق ارتفاع في السوق. كي بعض يتفاجئ يقول لك واش دخل الاستيراد في سعر المواد المحلية، لكن عنده عامل لأنه يولي المنتج أو المصنع ربما يفضل يصدرها على أنه يسوقها محليا وبالأورو أو بالدولار. هذا فيما يخص الوضع المحلي. قضية ثانية مثلا في الوضع المالي، ما زال المستورد البيع على الحالة قانون 2017 لازم يضع الأموال 120% في البنك قبل 30 يوم من الشحن. وزاد عليه القانون تاع 2021 اللي يقول أنه المصنع أو البائع في البلد الأجنبي لا يتحصل على أمواله حتى 45 يوم بعد الشحن. هذا ما أدى إلى بعض المصانع العالمية أنها توقف التعامل تماما معنا. مع المستثمرين الجزائريين، مع المستوردين، ما جعل حتى يجبرك على إدخال بعض الوسطاء اللي يدو كوميشن ويزيد يرتفع السعر يعود وللأسف يدفعه للمستهلك. بالإضافة إلى ثالثا وجدنا ضريبة في 2000 في قانون المالية 2022 هي ضريبة 2%. هي صحيح أنه ضريبة ندفعها عند الاستيراد ثم ترجع في خلال سنة تعود إلينا كتيفيا أو لبيس، لكن أصلا كاهل المستورد أو التاجر أصلا راهم ضعف من الوضع المالي، نحكي مش من الوضع الضريبي. 120% يضعها في البنك من الأموال، تيفيا يدفعها من قبل، لترونش إي بي إس يدفعهم خلال العام على الأرباح من قبل، وزاد 2%. نحكي اليوم هذا التاجر هو صناعي الغد، ونعود إلى كلام الوزير الأول حين قال استبدال الوزيرات بالصناعة الوطنية، بالصناعة الوطنية. هذا يجب مرافقة، لأنه تاجر اليوم هو مصنع الغد وهو مصدر بعد الغد إن شاء الله. لذلك إذا كان حل للخروج من الهيكلة القديمة للاقتصاد إلى الهيكلة الجديدة، يجب اشتراك التجار ورجال الأعمال والمستثمرين عامة في هذا التحول، اللي إن شاء الله كما قال رئيس الجمهورية في ندوة الإنعاش الاقتصادي أنه ممكن من 2025 نكون حققنا نسبة اكتفاء ذاتي معتبرة. شكرا. أستاذ زبدي، فقط سؤال أخير، يعني ما السبيل اليوم ربما لضبط السوق وخاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطن؟ باش نهضر الآن على ضبط السوق، لابد من أن نستشير
وبأن نطلب يعني النصح من جميع المتدخلين. الآن الإدارة لوحدها لا يمكنها أن تضبط السوق للأسف الشديد. الآن اختلط الحبل بالنبل. لما نشوف الآن أنه من خلال يعني بعض الإجراءات يمكن ولا بعض الأمور التي يمكن أن تخفق يعني هزة في السوق، أنا أعتقد أنه على الجميع تحمل المسؤولية بما فيها المتعامل الاقتصادي، بما فيها الجمعيات المهنية وأرباب العمل وغيرها. هنا لابد أن نذهب إلى السبيل المثيل في عدم يعني الخطأ، وهي الديمقراطية التشاركية. يعني الجميع ننصحوا واش فيها لما الأخ اللي راه معاك يجيب الجمعية تاعو ونروحوا حول الطاولة ونهضروا على جميع هذه المشاكل. لما نسمعوا يعني المشاكل حلولها إدارية وسهلة وحلولها يعني لا تتطلب مجهودات كبيرة، ولا بد من وضع ورقة طريق يعني واضحة المعالم. احنا قلنا انه لابد ان تكون لدينا جلسات وطنية للنظر في اي نظام تجاري رانا نحوس عليه. نظام تجاري رانا نحوس عليه. الان لما نشوفوا يعني بعض ما يحدث يعني من تذبذبات وبعض ما يحدث من ندرة مفتعلة وبعض سببها كلها يعني عدم تحمل أي قطاع أو أي متعامل المسؤولية تاعه. لما الآن نحضروا على شعبة الحليب مثلا، نحن يعني ملايير ممليارة دفعناها على هذه الشعبة، وفي نهاية المطاف سبحان الله العظيم لما نتوقفوا شهر ولا شهر ونص عن الاستيراد ما نلقاوش باش نديروا بايط تاع الحليب. نعم، تاع يعود سيناريو ندرة مادة الحليب. نعم، وأيضا لابد أن نتفادى السيناريوهات القادمة، سيناريوهات يعني مواد أخرى وقد تكون أكثر حزازية. وعلى هذا الأساس لابد من إشراك الجميع حول طاولة في مختلف الشعب، ونتحدث على جميع الاختلالات الممكنة وكيف نتفاداها باش كل واحد يتحط أمام الأمر الواقع ويتحمل مسؤوليته. نعم، شكرا أستاذ زبدي على هذه التفاصيل ويومك سعيد. ربما فقط باختصار أستاذ زيار، يعني إضافة لما قاله الأستاذ زبدي. نشكر الأستاذ على التدخل. اليوم يجب أن يعرف المستهلك أنه التاجر يعمل بكل ما استطاعته حتى أنه يسمح من الفائدة تاعه، مش ما يخلقش هذاك الشوك في السوق حاليا. لكن إلى متى؟ اليوم حتى اليوم ربما دائما يولي السبب لنا أنه التجار ولا المتعامل الاقتصادي هو السبب، لكن للأسف حتى اليوم أستاذ زبدي وحكى بلي كاين بعض القرارات وبعض القوانين اللي أتت مستعجلة. هذه لازم تعود لها إطار الدراسة. نحن نعمل عندنا مشكلين نعمل لكبحهم، هو زيادة الأسعار وكذلك الندرة. هذا ثاني مشكل أكبر من زيادة الأسعار إلى حين. ثاني ندعو الوزارات المعنية أنها تساهم في حل هذا الحلول سريعة لمجابهة على الأقل لانتهاء جائحة كورونا. هو أولا خلق المنافسة بتحرير السجل التجاري للاستيراد، ثانيا إعادة توطين فقط باختصار من فضلك كود أوتر، وفيه كذلك حلول استراتيجية اللي يمكن مناقشتها في طاولات ولا في كذا. يعني إشراك الجميع، إشراك الجميع فيه أمل. الأمل دائما موجود ونقدر ونستطيع، وما زال عندنا شوف كمية شباب كبيرة جدا. نعم، منفقدهمش الأمل وفيها من إن شاء الله. شكرا. شكرا أستاذ محمد زيار على كل هذه التفاصيل. أما الآن مشاهدينا فصل إشهاري ونعود لاستكمال هذا الموعد.